رح نبدي بالموضوع مهم واخبار اهل المدينه. احنا من يوم الاربعاء وصلتنا رسائل كثيره تسال، حكينا انه احنا قلنا اربعاء وخميس اكو عطله كانت في بعض المحافظات الجنوبيه والوسطى، لكن في بغداد فقط التابعين لمجلس المحافظه، التابعين للحكومه الاتحاديه غير يعني منطهم عطله. من يوم الاربعاء بدأوا يسالوننا هل يوم الاحد عطله باعتبار انه اليوم السبت كانت هي الزياره الاربعينيه واحياء هذه الذكرى العظيمه، وخلص انتهت اليوم مراسمها ان شاء الله والحمد لله، يعني الخطه الامنيه قد نجحت واحنا كان قلوبنا على موضوع انه سلامه الناس لانها ملايين كثيره والحمد لله على سلامه الجميع. مجلس الوزراء باعتبار انه اكيد رسائل كثيره تصل لهم كثير من الناس وكثير من الشائعات نزلت انه يوم الاحد هو عطله، مجلس الوزراء وعلى موقعه وحاليا تشوفون امامكم موقع جمهوريه العراق الامانه العامه لمجلس الوزراء انطت وقالت الامانه العامه لمجلس الوزراء تعلن ان يوم غد الاحد المصادف 14/12/2014 دوام رسمي وتنفي ان يكون عطله. مره ثانيه نقول لكم انه الامانه العامه لمجلس الوزراء باكر قالت باكر دوام رسمي، ماكو عطله، تنفي العطله. احنا سمعنا بعض المحافظات يعني هي تتبنى من يمها، بس لكن انا اتمنى ان يكون هناك متابعه من قبل مجلس الوزراء من الحكومه المركزيه انه باكر ماكو عطله، باكر دوام رسمي. يعني احنا اربعاء خميس واكو ناس معطله من يوم الاحد الماضي، اعتقد اسبوع كافي انه هي انتهت اليوم انتهت الزياره، باكر يبدي دوام رسمي، بدايه اسبوع جديد ان شاء الله على الجميع، وان شاء الله كل واحد يداوم بدوام الرسمي. صار اسبوع متعطله كثير حتى من الامور، احنا نريد نسال الوزاره، نسال مسؤولين، نسال موظفين مراسلين يردون يكملون اعمالهم وتقاريرهم، لكن كلها متوقفه لانه يغلب نتصل عليه هو خارج التغطيه لانه بالزياره. نتمنى انه احنا يعني واحد لا اما يخلي عنده نائب يا اما هو يعني ياجل زيارته لا غير موعدها، لازم احنا اكو اشياء مهمه، اكو اشياء مهمه واكو اشياء اهم. نتمنى من الناس ان تكون ايضا متعاونه خاصه المسؤولين في هذا الموضوع، يعني مو معناته انه يصير موسم الحج كنا نروح للحج، مو معناته يصير موسم الزياره الكل، اكو اشياء الحياه مهمه ولازم تستمر وكل شيء الى اساسه وكل شيء الى اصوله. فنتمنى انه باكر خلص خلصت الزياره على خير الحمد لله، واهم شيء مثل ما قلنا الخطه الامنيه نجحت، لانه احنا نعرف انه يعني كل سنه هو الهاجز الاول هو الخوف الاكثر هو الموضوع الخطه الامنيه، الحمد لله انتهت على خير. وان شاء الله باكر وكل الناس ترجع الى منازلها سالمه غانمه، واحنا نتمنى باكر مثل ما اعلنت مجلس الوزراء باكر دوام رسمي، باكر اعلان رسمي مثل ما شفنا مجلس الوزراء. وزين سوى انه هو انطلنا اياها من وقت ما ترك الاشاعات، لان الفيسبوك كان شغال بالاشاعات انه باكر عطله باكر عطله، نفت هذا الموضوع وباكر دوام رسمي. وان شاء الله بدايه موفقه للجميع وخلينا نشد حيلنا ونعوض الاسبوع اللي راح، وعدنا احنا ايضا بدايه السنه اكو اسبوع ينتظرنا كله عطل، ومن هسه فرحانين الطلبه خاصه، نتمنى انه شوي نشد حيلنا ونعوض الايام اللي راحت، لان احنا المفروض تكون هذه السنه والسنوات الجايه سنوات بناء وسنوات عطاء حتى ننهض بالبلد اللي تدمر واللي خرب اشياء كثيره، لازم نبني ونعيد من جديد حياتنا ووطننا. طيب نروح الى ننتقل الى اولى استطلاعاتنا من مدينه كركوك، طبعا عرضنا بالمواسم السابقه وحتى في حلقات الماضيه عن وضع الاطفال النازحين اللي هم حاليا يعني يتعرضون لازمات ماليه جدا قاسيه، وهذه الازمات اللي خلتهم انه يطلعون الى الشوارع من اجل ان يعملون باي عمل بسيط من اجل الحصول على مبالغ نقديه او ماليه قليله انه تكفي للقمه العيش. اليوم في كركوك يمكن البعض انه يسميها ظاهره تسول، والبعض الاخر يقول لا انه هي هذا بسبب العوز واللي خلفت هذه الاوضاع الامنيه السيئه اللي متراكمه في بعض المناطق العراقيه، خلت الاطفال يتركون مدارسهم ويعملون بهذه الاعمال البسيطه من اجل انه يقدرون يسدون او يوفرون لقمه العيش لاهاليهم. احنا راح نركز على الاطفال اللي يشتغلون بعيدا عن حاله التسول، لان هي حاله التسول يمكن حكينا عنها انه هذه ظاهره مدمره للمجتمع، المفروض انه الحكومه تحد من هذه الظاهره او تكافح هذه الظاهره تماما من اجل انه نبني بجيل واعي وجيل مثقف من اجل انه الارتقاء بالاجيال القادمه. الموضوع المهم اللي هو في مدينه كركوك يمكن الاغلبيه اللي راح نشوف تقريبا هم نازحين من المناطق الساخنه. نتمنى من الحكومه او من الجهات المعنيه تنظر بنظره ابويه لهؤلاء الاطفال اللي هم يتركون مدارسهم من اجل الحصول على مبالغ ماليه قليله. لتفاصيل اكثر نتابع هذا التقرير.
من وين انت؟ من الفلوجه. زيدون ايش تشتغل؟ انا اشتغل بالكريت لايت ابيع كلينس. وحدك تطلع يوميا؟ تطلع وحدك يوميا؟ ايه ايه. اكو احد يعني يطلع وياك؟ لا بس انا معايشه هنا وبيتنا ايجار ورجع. زين انتو كم واحد بالبيت؟ احنا عائلتين. يعني كم نفر؟ الله يطلع هيك 40 نفر. 40 نفر هواية. زين يعني كلهم عليك انت تعيش؟ ايه. زين انت يعني باليوم ايش قد تطلع؟ باليوم؟ والله اطلع 15 20. والفلوس تشيلها تعطيها لاهلك؟ اعطيها لهن. زين يكفي هذا المبلغ باليوم؟ يكفي الحمد لله. زين انت بهذا العمر يعني والدنيا برد وشون يعني تتحمل هاي اطلع على باب الله على مدرجة. يضايقوكم هنا الناس؟ مثلا اكو احد يقول لك لا ما اريد اشتري؟ اي والله هواية. يقولون ما اريد كلينس ويبال عندنا ناخذ البيت. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ ابراهيم. ابراهيم شو تسوي انت هنا؟ اشتغل ابيع عدس. ما حد من الصبح لحد الان ما حد معطيني وما حد يشتغل، اقول لهم ما حد يعطيني. زين انت كل يوم تطلع؟ اي. ليش ما يشترون منك؟ ما هم يقولون. شو يقولون؟ ما اريد. ما اريد، نقول لهم يقولون ما اريد. زين انت وين تتواجد دائما؟ بالمدرسة وابيع عدس هنا اجي. يوم صبحي اجي هنا ابيع عدس، الظهر اجي من المدرسة ابدل واجي هنا انا اشتغل. يعني انت طالب بالمدرسة؟ اي. يا صف؟ صف الثانية. زين يعني انت بيا مكان تتواجد دائما، بيا مكان تشتغل دائما؟ بالتقاطع. بالتقاطع، بالترافيك لايت. بالتفلايت. زين بالبيت انتو كم نفر؟ احنا 7 ويا امي وابويا. مكتبة. مكتبة منين انت؟ من فلوجة. صار لك ايش قد هنا؟ شهر هيك. شهر. زين وين قاعدين؟ دوميس. اهلك موجودين وياك؟ ايه. كم نفر انتو بالبيت؟ 9. 9. زين يعني بس انت بتشتغل؟ ايه. واهلك البقية؟ اخوتي ما يقدروا صغار. وابويا مريض. يعني بس انت تصرف على البيت؟ ايه. زين يعني شلون كان عندكم هناك بيت بالفلوجه؟ اي كان عندنا. شلون كان؟ نظيف حلو. كنت حتى قاعد ما اشتغل. ما تشتغل؟ ايه. زين هسه انت طالب؟ ايه. شلون يعني شلون تراهم بين الشغل والدراسه؟ والله مدرسه ومن اجي قبل الله انزعج انت اطلع اشتغل. ما تدرس؟ ادرس بالليل نرجع للبيت. زين ما تشوفه تعب عليك؟ والله قاعد اتعب هوايه. بس شو تسوي؟ والله شو اسوي؟ عيشه. شنو وضعيتك؟ والله وضعيتنا يعني جدا مترديه. يعني شغلتنا هذه اني حاط الجهال يبيعون كلينيس، يبيعون شعر بنات على مده تجيب 7000 ل 5000. والايجار هسه 200000، منين نعطيها ال 200000؟ على الجهال. واني عندي 12 نفس. زين 12 نفس بيش اعيشها؟ شو اعيش؟ 12 نفس. زين اني هسه اروح اجي ادور افتر بال بال بالازقه، اريد بس عمل واحد يشغلنا بشغل. ماكو شغل؟ ماكو. يعني قاعدين مبسطين وقاعدين. يعني انا هسه اليوم مبسط وقاعد، راح اروح منها ماكو شغل. اجي على مود ابو البنزين ما ينطيني بالبطاله، ما ينطيني بشيء. شبيع. نعم. والله حرتني نفسي. زين يعني هاي الشغله مثلا تفيدكم؟ يعني تطلع معيشتكم اليوميه؟ لا والله، وانا شو اطلع؟ يعني ال 10000 ما تطلع لنا مال معيشه، مصرف مال مخدرات. ماكو مخدرات يعني يطلعها. شقد عمرك؟ 13. 13 سنة. ايه. زين حبيبي انت تدرس؟ اي ادرس. زين شلون يعني تدرس وتشتغل؟ ايه. زين يا صاح؟ سادس. سادس. زين يعني ما تدرس؟
يعني بالبيت من ترجع مثلا ما تدرس؟ يعني انت شلون بدك تشتغل؟ لا ادرس بالليل. بالليل زين احكي لي انتم كم نفر بالبيت؟ 13 نفر. بس انت تشتغل؟ بس انا. واهلك؟ اهلي كلهم قاعدين. ليش؟ ماكو شغل. زين شغلك وين انت يعني هنا؟ يعني مثلا وين؟ على الترافيك لايت، على السيارات، على الشارع؟ على الترافيك لايت. زين ايش قد تطلع باليوم؟ 6-7. يكفي هذا المبلغ باليوم؟ يكفي. زين نشوفكم يعني مثلا تشلبون بالسيارة إلا تشتري إلا تشتري، ليش ما يشترون منكم مثلا؟ بلا يشترون. يعني اكو نوبات ما ياخذون يقولون يطردوكم؟ ايه. يعني هسه انتم بس مجبورين على هذا الشغل؟ ايه. والله ظاهرة غير لائقة، وهاي كلها صوت الحكومة، الحكومة هذول كلهم مهجرين، نوبات نساء تجي، عت أطفال، عت ننحرج احنا، هذا اللي يبيع كلينيس، هذا اللي حتى بيهم يقوم يمسح جام، يعني احنا هذا لائقة غير زينة، يعني مو يعني شو تعبر عنها ما تقدر تعبر عنها، لأن شيء دا نشوفه مو لائق بالبلد، واحنا أهل نفط، واحنا أهل كل شيء، يعني أكثر هسه أنا بالنسبة لمهجر قاعد بالخيام، الخيام بارده بالليل ومي ماكو وحتى يعني حاس بيهم. طبعا شو ما مثل ما احس بنفسي انا احس بيهم، انا هسه مهجر من الانبار. نعم. ومهجر من الانباراني. نعم. يعني لو ما ادحج على نفسي اقول ذولا حكم يعني وين يروحون. موضوع مؤلم حقيقة، انه احنا نشاهد اطفالنا وناس يعني كانت منازلها مستقرة هادئة، والموضوع طول، يعني موضوع مثلا الانبار يوم امس مر عليه سنة كاملة، وضع مؤلم جدا، والموصل كذلك تمر عليها الايام. نتمنى انه احنا يعني هذه الازمة تنتهي باسرع وقت ممكن، يرجعون الى مكانهم الاصلي. يعني هي حتى منحة المليون مخجلة ولا تكفي، واضطروا ان ينزلون الى الشوارع، ما يعرفون ولا يستطيعون ان يؤجرون مثلا محال تجاريه، لكن صعب على يعني المفروض انه ما اعرف منظمات مجتمع مدني، الحكومات، حقوق الانسان، كلها تجتمع من اجل انقاذ الطفوله، يعني احنا عندنا من البدايه هذه المشكله موجوده قبل موضوع حتى النازحين، احنا عندنا اطفال في كل مكان يبيعون في الشوارع بعمر الزهور خطيه، وتاركين مدارس ومأكولة ناس تدرس، على هو وضع مأساوي، المفروض انه يعني مهما نحكي عنه ما تكفي لا حلقه ولا حلقتين، يعني تحتاج الى فترات طويله للبحث صح. عنها. بس هو المفروض انه بعيدا عن موضوع منظمات المجتمع المدني او منظمات حقوق الانسان، المفروض انه على الحكومه وعلى مجالس المحافظات هي اللي تبدي توفر وتحل هذه الازمه للنازحين كلهم، سواء كانوا اطفال او كبار بالسن. احنا صح انه اكو منظمات حقوق الانسان تشتغل، بس للاسف انه من يشتغلون ينطون لوكلاء عراقيين، الوكيل العراقي اكيد راح انه يغير بالمبالغ اللي توزع. احنا نسمع انه اكو منظمه الفلانيه تصرف 200-250 دولار لكل عائله، اكو بهم يعطون وجبات غذائيه، بس انه هذا كله ما يفيد للاسف. ليش؟ لانه اكو تغيير، ويمكن اكو من يتحول من الوكاله الاجنبيه او المنظمه الاجنبيه انه راح يتحول الى الناس اللي هم مسؤولين في بعض المحافظات، راح تتغير يمكن ال 250 تصير 100، او يمكن ما ينطوا وجبات الطعام انه راح تلتغي. فيا ريت انه على كل محافظه او كل مجلس محافظه يقوم بحل ازمه النازحين بكل الاشكال، سواء كانت انه ماديه او معنويه، احنا نشوفهم يتاذون هذول